يا سيدي أريد أن أهمس في أذنه أيوة. هذا المعلم الله يرضى عنك. قول النبي الكريم وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وحبيب الحق إنما بعثت معلما. الله أكبر. التعليم صنعة الأنبياء. الله أكبر. التعليم معالجة النفوس ويتحمل أبدا ويتحمل. سيدي أنا أقول أنه أرقى مهنة عند الله التعليم، لأنها تقترب من صنعة الأنبياء. وإن كان العمل غير قائم نعم. على علم نعم طبعا ما قيمته. وأخطر شيء بالتعليم نعم. أن تقيمه من خلال دخل المعلم، خطأ كبير. هذه مصيبة. مع أنه في بلاد تعطي المعلم مبالغ معقولة جدا. إحنا دلوقتي بنعملها عكسي، أن المعلم المراحل الأولى هو من الواجب أكثر. مربي سيدي هو مربي. هو ده اللي في البداية. أكثر عادات الطلاب السيئة من المعلم. يا الله. لو دخل المعلم أمام طلابه في مشكلة كبيرة. انتهت القضية. لو تكلم بكلمة غير راقية أمام طلابه شيء مخيف. بتسلم المعلم أسمن شيء بحياتك ابنك. لإنسان مقهور سيدي مقهور، دخله أقل من حاجاته بكثير. نعم.